هناك عرب وهناك كرد وهناك شركس وهناك تركمان وهناك أسوريين وهناك إيزيديين وهناك قوميات أخرى مشاركة في هذا السيمبوزيوم. أهم في هذا السيمبوزيوم التعارف وتلاقح الثقافات بين المجتمع السوري والمكونات السورية. شاركنا بعدة لوحات أغلبها تمثل التراث الشعبي لكل منطقة ولكل منطقة خصوصيتها في المفهوم الفني والثقافي. هاي لوحتي هي من مدرسة التجريدية، عم تعبر كمان عن قصة انه شجرة من وين ما القصة بتنبت من مكان تاني، وعم تعبر عن القوة انه ما حدا بيقدر يلغي حدا، وكل واحد بيقدم فن حلو جديد هون. مرت غروب لا جنت تعرفي كتقييم عام للفعالية السنة. كان يعني المساحة الجغرافية والمشاركة مشاركة الفنانين كانت أكبر بشكل كبير، زائد أنه شعار الفعالية السنة كان تنوعنا مصدر قوتنا وجمالنا لنجعل من الفن ربيع قلوبنا. أكدنا على أنه التنوع الثقافي لمنطقة شمال شرق سوريا، واخترنا أنه تكون سامبوزيوم بمنطقة الطبقة، المنطقة المحررة والمكون العربي. شاركنا يعني مشاركة المكون العربي بهذه الفعالية كان ملفت جدا، بالإضافة لأخواننا السريان. الشيخ جنيد